الوالد الشيخ عبد الله بن ناصر الفضالة آخر يعني لما توفي رحمة الله عليه كان آخر منصب هو رئيس المحاكم الكبرى الشرعية. ولد رحمه الله سنة 1918 وعاش يتيما، يعني ولد كان أبوه توفى في أثناء حمل والدته به، وله أخت شقيقة توفيت رحمة الله الله يرحمها عمتي هي، ونشأ يتيم في فريق بن مطر في المحرق، كان قربهم بيت الشيخ علي الخليفة جيرانهم، وبيت سلمان بن مطر التاجر المشهور بتجارة اللؤلؤ رحمة الله عليه. ويعني ترى عاش يتيما يعني كمثل أقرانه، كان يعني درس في المطوع يعني الكتاتيب اللي عند المصريين القرآن، وعمل يعني اشتغل في أشغال كثيرة منذ الصغر، لأن يعني ما كان حالتهم فقيرة، ويعني عمل حتى في الفاعل، ودخل البحر في صيد السمك، ودخل الغوص شابا يعني، وحتى أنه يعني حكى لي رحمة الله عليه أن تعرضوا مرة العاصفة وغرق يعني غرقوا في البحر، السفينة المركب اللي كانوا فيها انقلبت، وهو يقول يعني وجد يعني كان سيغرق لكن وجد خشبة وتعلق فيها حتى يسمع يقول أقران يقول فيه الولد الأصفر أظن مات أظن غرق، هو يسمعهم بس ما سمعوه، كانوا يعني ما قدر يوصل لهم صوته، وكانت إرادة الله أن ينجو من هذه الحادث وهو شاب صغير يعني يمكن لم يتجاوز 15 في ذلك الوقت. ويعني من حبه للعلم صغيرا كان، فسافر لما كبر شوية وتعلق بالعلم سافر إلى الأحساء، كانت الأحساء هناك يعني فيه مدارس علمية يسمونها الرباط، يعني رباط فلان رباط الشيخ الفلاني، يكون هو زي المدرسة علمية على يد شيخ، وكان هو شيخ اسمه محمد أبو بكر يحتضن مجموعة من الطلاب ويسكنهم في مكان هو يسمونه الرباط، ويجب تصور درس 4 سنوات هي دراسة غير نظامية هناك، يعني بعد ما هنا درس في الابتدائي يعني شيء بسيط تعلم القراءة والكتابة، فدرس 4 سنوات، ال4 سنوات هاي اللي درس في كنف الشيخ، حتى يقول يعني ما ودانا الحج، وكان الحج يعني في باصات كبيرة ويتعطل فين الباص في الطريق، ويعني استغرقت رحلة طويلة إلى الحج وتمكن يعني من أداء الحج ورجع الحمد لله سالم. ما عاش طفولة طبيعية بسبب ظروف الحياة والفقر الشديد، يعني كان عايشين في بيت ولا زال البيت موجود بيت وقف على ذرية الفضالة، فكان هذه المأوى يعني البيت ولا زال موجود الآن يعني في منطقة قديمة جدا، يعني صار للخدمات العامة مكان البيت يعني. ويعني عمل وهو صغير، فيعني ما أذكر ما كلمنا عن يعني الألعاب اللي يلعبونها في ذاك الوقت أو كذا، أبدا ما أتذكر يعني. يعول والدته بالضبط، نعم يعول والدته، طبعا والدته الله يرحمها يعني من أسرة العوضي، العائلة المشهورة من عائلة العوضي، ويعني ربته هو وأخته، ويعني توفاه الله طبعا سنة 77 ميلادي، والله من يعني يمكن من الثامنة يعني في نعم في ذاك الوقت، لأنه كان يعني الحياة صعبة، ويعني طبعا كان في عائلات تقدم مساعدات يساعدون يعني من بحكم جوارهم من بيت الشيخ علي الخليفة،
فيعني كانوا يعني الحمد لله يعني الله ساتر عليهم. عمل إيه درس ابتدائي ودرس في مدرسة الأهلية للمرحوم السيد علي، السيد علي وهو والد الأستاذ حسن السيد علي اللي كان آخر منصب تولاه وكيل وزارة التربية والتعليم. كانت هاي المدرسة مشهورة، مدرسة أهلية ويعلم القراءة والكتابة والنحو، فكل ذلك يعني وتعلق بالعلم الشرعي الوالد، كل ذلك هذه اللي دعاه إنه يروح إلى الأحساء ويتغرب فيها 4 سنوات لتعلم العلم الشرعي. هو ختم القرآن، يعني ذكر لي إنه هو ختم القرآن بس ما حفظه كامل، يعني بس حفظ أجزاء كثيرة منه. يعني بعد ما راح الأحساء ورجع إلى البحرين وأعلنوا عن البعثة إلى الأزهر، واللي شجع على ذلك بعد المرحوم الوجيه عبد الرحمن الزياني والد راشد والزياني، العائلة الكبيرة المعروفة، شيخ وجيه كان يدعم العلم والعلماء، الشيخ عبد الرحمن ابن المجاهد عبد الوهاب الزياني الذي نفوه الإنجليز إلى خارج البحرين فترة من الزمن. يعني فالشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه من الأعمال الخفية اللي الناس ما يعرفون عنه أنه هو يساعد طلبة العلم، وهو اللي شجع والدي أنه يروح، حتى قال الوالد يقول له طبعا عيالي عنده، كان صار عنده تزوج صار عنده بنت وولد، قال لعيالك الله بيرعاهم لا تشيل همهم، فهذه اللي دفعه للذهاب إلى الأزهر. والله يعني تعرف كانت الحياة بسيطة وحتى الزواج بسيط، يعني فتزوج زوجته الأولى أم محمد ومنيرة، ويعني أنجب منها البنت والولد محمد ومنيرة، ثم يعني انفصلوا، يعني ما صار يعني اتفاق معهم، انفصل. هو في المنطقة اللي هو فيها في مسجد اسمه مسجد بن عجلان، هو هذا المسجد في السوق، يعني قبل السوق القصرية في يم محلات، محل كان يسمونها عمارة اللي يبيع أخشاب وأدوات بناء، عمارة الدوي في مسجد بن عجلان. يذكر لي الوالد والعهد عليه رحمة الله عليه يقول إن الشيخ الملك عبد العزيز جاء البحرين وكان أظن وصل على سواحل المحرق، فوصل وقت متأخر، فيقول جاء وبات في مسجد بن عجلان. فطبعا يقول في صباح التالي لما ما كان في وسائل مواصلات، يعني فلما صباح اليوم التالي لما عرف الشيخ سلمان رحمة الله عليه حاكم البحرين جاء يعني واستقبله واستضافه. نعم، هذه من الأشياء اللي يذكرها الوالد. يعني طبعا سمع قالوا له عن إن في هناك مدارس علمية وكذا، فراح، فكان هو راح لمدرسة رباط محمد بن أبو بكر، ومحمد بن أبو بكر هاي عائلة علمية، يعني أبوه كان أبو بكر الشيخ أبو بكر، وكان يدرسون المذهب المالكي، فقه المذهب المالكي، ولذلك الوالد يعني اتبع المذهب المالكي. لا عاد فترات قليلة جدا، يقول يعني حتى كان لدرجة أنه يعني يمكن رجع مرات قليلة جدا، يعني لدرجة أنه راح الحج من هناك، يعني ما كان بسهولة قضية الرجوع باستمرار للبحرين. يعني لما أعلنت حكومة البحرين عن ابتعاث للأزهر، فرشحوا الوالد رحمة الله بتشجيع مثل ما قلت لك من الشيخ، من الوجيه الشيخ عبد الرحمن الزياني، وهو كان معاه بصحبة الشيخ يوسف الصديقي رحمة الله عليه، والشيخ أحمد المطوع رحمة الله عليه، ومحمد السعد، الشيخ محمد بن عبد اللطيف السعد، وكان معاهم واحد اسمه راشد
البوعينين على ما أتذكر يعني. بعدين هو ترك البحرين انتقل إلى المنطقة الشرقية وما أعرف عنه شيء يعني. لكن ظلت صحبة مع بين والدي حتى ما مات مع الشيخ يوسف الصديقي ومحمد السعد يعني ظلت، وأحمد المطوع إلى أن يعني توفي من توفي رحمة الله عليهم أجمعين. في الأزهر طبعا بحكم دراستي يعني ما عنده ثانوية ما قبل يعني كانوا هم أساسا بيخلونه في الثانوية الأزهرية، قبل رأسا في الشهادة العالمية أي نعم. ومكث هناك من 54 ل 58 أربع سنوات أو خمس إلا يعني، وتزوج هناك في 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 مصر يعني لأنه كان أعزب. وهذه لها قصة طريفة كذلك قصة زواجه. يقول أنا يعني جاي من البحرين وإلى مصر من فتحة على العالم وفيه يعني حضارة وكذا، البحرين ما كان حتى كهرباء ما فيه بذاك الوقت. فيقول يعني فيقول أنا شفت كأنه إذا أتم بدون زواج فتنة، فأنا لازم أتزوج أعصم نفسي وديني. يقول زملائي اللي معاي قالوا لي لا تسبب علينا خاف يرجعونا لما قال أنا أرسلت خطاب للجهة المسؤولة هنا كانت أظن الأوقاف والشؤون الإسلامية، يقولوا جهزت مسودة الاستقالة من البعثة فيما لو رفضوا زواجي. يقول ويشاء يعني الله سبحانه وتعالى أنه وافقوا، بالعكس زيدوني زودوا المكافأة اللي يستلمها يعني. وكان يعني تزوج وأقدم على الزواج هناك. ولذلك بعد قصة طريفة أخرى يقول أنا كنت جاي يعني جاتني من المساعدة من البحرين المهر، يقول فكنت حاطة في محفظتي الجاكيت. فيقول أنا كنا بصلي الظهر في الأزهر، يقول علقت الجاكيت وأتوضأ يعني وطلعت بدون ما أخذ الجاكيت نسيته. يوم رحت المسجد تذكرت، يقول أوه، يقول قلت ضاعت الزواج راحت علي العروسة الزواج. فيقول يا شاء الله سبحانه وتعالى رجعت ولا في ناس يتوضون، يقول فالحمد لله لقيته معلق. كان يقول يعني يقول أظن أن كل واحد يظن أن هاي الجاكيت للثاني، فالله نجاه يعني. وكان هذا سبب وجودي في الدنيا يعني أنا وأخواني الأربعة. ففي واحدة ساكنة في نفس العمارة في شقة يعني، فقالت لا أنا أعرف بنات أيتام عايشين عند أخوهم ومستورات يعني في منطقة الحسين، يعني مقابل منطقة سيدنا الحسين مقابل، وهم كانوا ساكنين هناك يعني. فيقول ورحت وتقدمت لها، ويقول كان أبوها يقول قبل أحد يخطبها كان يخطبها واحد من شبرا، أنت طبعا شبرا بعيدة بالنسبة لوسط القاهرة. فيقول أودي بنتي شبرا، رفض. يقول لما جيت أنا سبحان الله يعني النصيب، يقول فوافق على مضض يعني. قال أخوهم الكبير الله يرحمه مصطفى الزبدية، فقال شيخ علم يعني ولا مستقبل وكذا، فتزوج وعاش هناك يعني لين خلص دراسته سنة من 54 ل 58. أي رجع البحرين مع الزوجة، وكنا أنا موجودين انولدنا أنا وشقيقي الأكبر ناصر، عندي شهادة ميلاد. فرجع أول ما رجع هو طبعا كان إيه من أعماله اللي أنا ما ذكرته، كان مؤذن في المسجد بعدين صار إمام وتنقل بين مساجد البحرين هاي قبل ليروح الأزهر يعني، وقبل من لا حتى قبل الأحساء يعني، هو يعني يعتبر من بدايته طالب علم يعني سمته. فكان عمل مؤذن وعمل إمام، وكان يقول لي حتى مرة شفت ورقة عنده قصاصة إنه يعطونهم أظن عن السنة 40 ربية يعني بالنسبة للمؤذن يعني. والحمد لله يعني رجع من القاهرة من الأزهر سنة 58
والتحق بالتعليم. أول ما درس في مدرسة عمر بن الخطاب اللي كانت تسمى في ذلك الوقت محرق الشمالية. سنة 58 لما أنهى دراسته أخذ الشهادة العالمية من الأزهر الشريف، فرجع البحرين، وأول ما عمل عمل في وزارة التربية والتعليم، المعارف كانت في ذاك الوقت، وعمل مدرس للتربية الإسلامية في مدرسة المحرق الشمالية الابتدائية، الآن اللي أغير اسمها إلى مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية. درس فيه يعني سنة يمكن ثم نقل إلى التدريس في المعهد الديني، وبعد ما درس المعهد الديني يمكن بعد استغرق سنة، لأن سنة 71 لما أنشئ القضاء الشرعي كان هو أول قاضي يعني من مع مجموعة من القضاء عينوا في القضاء الشرعي في البحرين، وعمل في القضاء الشرعي قاضي، ثم صار وكيل وكيل المحكمة، بعدين صار فترة كان وكيل في الاستئناف، ثم صار رئيس المحكمة الكبرى الشرعية. فهو مهيئ لأنه يكون قاضي يعني، وكان طبعا خطيب مسجد، كان يخطب بداية في مسجد الشيخ حمد اللي في المحرق، هو يعني أقدم مسجد في المحرق كصلاة جمعة، مسجد الكبير يعني. وبعد فترة نقل إلى المدينة، يعني صار خطيب في مسجد مدينة عيسى المسجد الجنوبي، أول ما أنشئ المسجد هناك يعني كان خطيب جمعة هناك. والوالد ما كان عنده يسوق ولا كان عنده سيارة، فكان يروح بالتاكسي، لدرجة أن يعني أحد الوجهاء يقول له يعني ليش ما عندك سيارة، ليش ما تطلب يعني من الشيوخ سيارة؟ فالوالد كان يعني عفيف، يقول أنا ما أطلب يعني. فيقول له الوجيه ذي، أنا يمكن مو في حل أن أذكر اسمه مع أنه توفى، يقول قلت له أنا لولا أن لي سابقة مع أحد الشيوخ، وأنا أقول له كنت أوصي يعني أن فلان يعني أعطوه سيارة. فيقول قال لي أكيد عندك سيارة تبي تبيع إياها، يعني يضحك معاه. يعني يقول فأنا هاي اللي مخليني متحرج إنه أكلم لك الشيوخ يعني ذي. فكان ما يسوق سيارة ولا امتلك سيارة، ويعني يعني مع سيارة تاكسي متفق معاه يعني على طول لكل مشاويره هو يودي يعني. أول ما بني مسجد الغاوي في المحرق هنا في منطقة شمال، يصير يعني المسجد الغاوي غرب كازينو المحرق منطقته، وقريب وشمالي المقبرة، يعني قريب هنا في منطقة المحرق، كانت تسمى المنطقة الشمالية الجديدة يعني، وهي بين يعني وتطلق عليها فريج العمامرة، هي بعد العمامرة يعني أنشئت. فبني مسجد الغاوي رحمة الله عليه، محمد يوسف الغاوي بنى المسجد على حسابه الخاص، وكان أول إمام له الوالد رحمة الله عليه، كان هو الإمام المسجد. المسجد بعد هذه من يعني من الأشياء الغريبة اللي صارت في البحرين لحكاية، إنه هو أول مسجد تكسى جدرانه بالمرمر بالسيراميك، في ذاك الوقت يسمونه القاشي يعني، فكان مكسو كله بالسيراميك، وكان مسجد حديث ونظيف يعني. وثم بعد كان لما جاءت المكيفات، ما كانت المكيفات منتشرة يعني إلا عند الناس الأغنياء يعني والحالات فوق المتوسطة،
كان يعني دخل رحمة الله عليه محمد الغاوي الوجيه رحمة الله عليه أن أدخل المكيفات في المسجد على حسابه هو الخاص يعني. فحتى كان الناس مستغربين، وبعض الناس كل جديد غريب، بعض الناس يقول يجوز ما يصير حرام فيعني شيء جديد عليهم. ف يعني فكانوا يعني رحمة الله عليه ترك المسجد الغاوي يعني أثر طيب، وكان يرعى المسجد بنفسه هو يعني، وكان أول مؤذن للمسجد بعد واحد جيران المنطقة المرحوم اسمه أحمد وشهرته أحمد دلاك، وكان ما شاء الله صوت قوي لدرجة كان يسمونه يعني الصاروخ، إن شاء الله بس أحفاده ما يزعلون عليه يعني، بس هذا شيء من التاريخ يعني. ثم بعد أحمد رحمة الله عليه جاء المؤذن إبراهيم اسمه كان غرير، وبعد كان يعني شات علاقة بين المؤذن وأهل المنطقة، علاقة طيبة ومع الوالد، وكنا في رمضان نودي له الفطور من البيت، أنا يوم أنا ويوم شقيقي ناصر نودي الفطور في غرفة كانت في المسجد خارج المسجد يعني، فكنا نودي الفطور نيجي الفجر نرجع صينية الفطور نرجعها البيت عشان يوم ثاني يعني. هذه من ضمن الذكريات الجميلة في إيه نعم إيه يعني، كانت نشأت بينهم علاقة طيبة يعني. الوالد ما شاء الله كان شخصيته قوية في المسجد، وكان يعني مسجد يعني يشهد لنا بالنظام والترتيب وما في يعني احتجاجات وما كذا يعني، كان الوالد جدا يعني ما شاء الله محترم من الجميع الرواد. وحصلت بعد طرفة أن الوالد اتفق مع المصلين قالوا إحنا في رمضان عاوزين يعني تأخير إقامة الصلاة عشان يمدينا نفطر يعني، إحنا في البحرين الغالب كان إن نفطر ونروح نصلي، مو زي الآن في ناس وفي حتى الدول الأخرى قبل الأذان يفطروا يعني يسمونه يفكوا الريق، يأكلون تمر وعصير أو لبن ويروح يصلوا، بعد الصلاة يرجعوا يتعشوا. لا إحنا طبيعتنا ومع الوالد الله يرحمه كنا نفطر مرة واحدة يعني من بعد الأذان نفطر ونروح. فطلبوا من الوالد أن يأخر الإقامة عشان يمديهم يتفطروا، فهو وافقهم. فجي على اتفاقه معهم، تفاجأ إلا واحد يصلي أقام الصلاة، فهو اغتاظ زعل جدا يعني، يقول نحن متفق معاكم كيف ذي. فشوي كان يعني تعصب شوية على الرجل اللي أقام الصلاة، قال له كيف تصلي أنا متفق مع الجماعة يعني، أنت ليش تتقدم يعني. فهذه من الأشياء بعد اللي مرت علينا في المنطقة دي. وبس يعني رحمة الله عليه في آخر حياته طبعا مرض أصيب بالقلب، بعدين يعني مرض أصيب يعني صارت الأمعاء عنده مشكلة في الأمعاء، وفي آخر حياته يعني يمكن آخر سنتين كان مريض شديد يعني ومكث في البيت. بس يعني أنا أشهد له يعني الحمد لله، هو كان عنده اعتقاد كان يقول اللي يحافظ على الصلاة لا يصاب بالخرف الزهايمر، وحتى كان يعني أذكره يقول لما يقولون لفلان وصيب بالخرف يقول غريب إنه هو محافظ على الصلاة، أنا أعرف اللي يحافظ على الصلاة ما يصيد. هو سبحان الله الله أعطاه على نيته، هو إلى أن توفي رحمة الله عليه لم يعني يصيب بالخرف أو يعني ذاكرته حاضرة. هو أصيب بالسكر كان شديد، ومرة أصيب بغيبوبة سكر يعني شديدة، وكن يعني أنا حتى كنت ظنيت إنه يعني ينازع الروح، فمسكت قرآن ما كنت أدري إن هذه غيبوبة سكر. لما وصلوا الإسعاف رأسا عطوا مية وسكر، طبعا هم عرفوا إن هاي غيبوبة سكر، فاستفاق يعني. ويعني في 7 سبتمبر
يوم الجمعة 1990 انتقل إلى رحمة الله.